كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ربي يهني البلاد والعباد. كل العام. بالنسبة لموضوع جائحة كورونا على مستوى مديرية الأمن، تم اجتماع بهذا الخصوص بجائحة كورونا، طبعا أسف سبها فيه انتشار للمرض. الحقيقة الحالة الثانية توفي توا للأسف، وفيه كشفت حالة أخرى من نفس العائلة طبعا. نعم. طبعا احنا قمنا بعملية فرض التجول من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى ثاني يوم الصبح الساعة التاسعة. تم إقفال جميع المحلات، تم الدوريات توزيعها على كامل المدينة وإطلاق المدينة من الداخل ومن الخارج. كنا في اجتماع حاليا قبل قليل مع الطاقم الطبي لمركز الحجر الطبي الموجود في سبها طبعا، اللي هو يستقبل في الحالات. تم عملية مسح لأكثر من 30 حالة بالأشخاص اللي لدينا، تم الاختلاط بالمرحومة اللي توفت أمس واللي توفت اليوم. طبعا من خلال إذاعتكم أحب أن ننوه للسادة الجنوب بصفة عامة، اللي ما عنده حاجة في مدينة سبا ما يجيش. عرب سبا كلهم من نبلغهم، حاولوا قدر الإمكان الالتزام بالبيت ومساعدة رجال الأمن في الحد من انتشار جائحة كورونا. نعم. طيب سيادة العقيد، الحالة الأولى الصفرية التي ذكرتها حضرتك، مرسلنا أكد بأنها قادمة من تركيا عبر مطار مصراتة ودخلت المدينة، هل تم حصر عائلة هذه الحالة للحد من انتشار الفيروس؟ نعم، تم طبعا حجر المنطقة، وحاليا فيه فريق متخصص للرصد والمتابعة في التحقيقات لكل من خالط هذه الحالة، وفي نفس الوقت تم حجر المكان المنطقة بكامل، المنطقة في جديد المكان الموضوع هذا بسيارات متخصصة من غرفة العمليات اللي هي موجودة حاليا في مديرية الأمن بالدخول والخروج إليه. طيب ماذا عن مراسم الجنازة، الذين حضروا مراسم الجنازة للحالة الأولى قبل اكتشافها أو قبل اكتشاف بأنها مصابة بفيروس كورونا؟ للأسف تو حاليا فيه فريق رصد وتحقيق من كل الأشخاص اللي سواء اللي كانوا في المقبرة وسواء الأشخاص اللي تعاملوا معها طيلة الفترة. يعني للأسف الشديد كانت أكثر من 10 أيام يعني موجودة الحالة في مدينة السبا، فبالتالي نتج عنها إصابة الإبن والأب والأخت الشقيقة، وتوفت اليوم الأخت الشقيقة للأسف الشديد. والدفن حيكون ضيق جدا اليوم، ودرنا عمليات احترازية شديدة في هذا الموضوع. نعم. طيب سيادة العقيد سنوسي صالح مدير مديرية أمن سبها، كنت معي عبر الهاتف من المدينة مباشرة، نشكرك جزيل الشكر بهذا.